صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتوا بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جيت اليوم النهار نشارك معكم واحد الغديوه خفيفه ماشي خفيفه، ماشي بين وبين الا قبلتوا عليا ان شاء الله. غادي ندير واحد الدجاجه هذا النهار الغدا محمره بالتضغميره ديالها. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم. عندي واحد الدجاجه البنات هنا، هذه عندي فيها 2 كيلو، وعندي هاد الكنيس المهم هاد الفداوشه ديال الدجاج. هادو غادي نقطع مرا عندي ديال 2 ديال الدجاجات، 2 كبيتات و 2 ديال هاد التمساتلي وعندي هنا قزبور معدنوس البنات مطحونين. انا كانوا عندي في المجمد، عندي واحد 3 الفصوص ديال الثومه، انا غادي نقشرهم ونحطهم قدامكم. وعندي هنا واحد 3 ديال الحبات ديال البصله البنات، انا طحنتهم في هاد الهشوار. وبالنسبه للقريه البنات، عندي هنا سكينجبير البزار فلفله حمراء، عندي الملوين ولا الخرقوم اللي بغا يدير الخرقوم، شويه ديال الملح البنات، ما تكثروش الملح على حساب الدجاج المحمر، دائما كيجي زايد في الملحه، ما نكثروش الملح لحقاش هو كنرقدوه في الملحه والحامض وكنديروا فيه عاود الحامض وداكشي كي باش ما يجيناش هذا حامض عفوا ما يجيناش مالح. وعندي هنا شويه ديال هذا الخل، هذا ديال الحامض البنات، انا ما عنديش الحامض ولكن عوضته بهذا خل ديال الحامض. اللي عنده الحامض يدير العصير ديال الحامض. المهم انا غادي ندوز باش نشرم قدامكم الدجاجه. غادي نقشر هاد الفصوص ديال الثومه البنات، غادي نقشر هاد الفصوص ديال الثومه. انا عندي هنا 3، ثلاثة ديال الفصوص ديال الثومة. غادي نحكم البنات، وهادا كندير البنات الهريسة، ولكن صيفطت حتى للحانوت ما لقيتش الهريسة، ولكن الهريسة كيجي سمحوا لي البنات الى انا كيحسب لي كنصور ولكن ما التليفون وقف ليا. هذا انا درت معلقه كبيره ديال سكينجبير مع معلقه صغيره ديال الابزار مع معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء، ودرت واحد معلقه كبيره ديال البصله محكوكه، ودرت الربيع قزبور ومعدنوس مطحونين، ودرت شويه ديال الملح والثومه البنات اللي دقت قدامكم اللي حكيت ليه، ودرت العصير ديال الحامض اللي عنده الحامض طري يمكن له يديرو. وكما قلت لكم البنات ديروا الهريسه الا كانت عندكم، ديروا حتى الهريسه كتجي زوينه. انا ما درتش الخرقو هذا الملوين على حساب حتى نشرم الدجاجه، غير على حساب اليدين ديالنا ما راكم عارفين الملوين كيطلق. دزت البنات شغلت الدجاجه، انا حساب لي راه التليفون كيصور ولكن هو ما كانش كيصور. انا غادي شغلت الدجاجه ما بين هذا الجلد واللحم، وديروا شويه ديال الماء البنات، ما تشرملوش بالزيت لا اللحم ولا الدجاج ولا اللي بغيتوا تشرموه البنات بحال هكذا الطياب، ما ديروش الاخر، ما ديروش الزيت في الشرموله باش كتدخل. غادي نديروا البنات واحد الافتتاحات هنا، ندير واحد الافتتاحات هنا في الصدر كندخلو فيه الماء. نشرملوها مزيان البنات، الا كان عندكم الوقت ديروها حتى ليله كامله، شرملوها وخلوها ليله كامله. انا على حساب الهريسه ما بغيتش نشرملها البارح، قلت حتى نشري الهريسه ولكن ما صيفطت هاد النهار للحانوت ما لقيتش. دابا غادي نشوف واحد الخيط باش غادي ناخذ الرجلين ديالها.
هادو غادي نشملوهم، ولكن الكبده ما غاديش نرمي هذا البنات، مع غادي نقطع غير هادو غادي اللحم مع الدجاجه في الاول، غادي نخليها انا غير واحد الساعه البنات ونرجع معكم. قلت لكم اللي عنده الوقت يدير حتى ليله كامله وفيها باش كيشرب تشرب ديك العطريه وكتجي زوينه. دابا البنات بعد ما دازت واحد الساعه، لا انا خليتها غير واحد الساعه، غادي نديرها في الطنجره البنات. هاد الطنجره كذا راه تعطي حتى شي جيران حدايا يقلاو فيها الدجاج، وديك الزيت كلها بقات في غادي نطيب فيها بعدا هاد النهار وغنضرب لها شي حكه. هاد الطنجره البنات ثقيله، داكشي علاش زوينه الطياب. انا الدجاجه البنات غني ربطلها يديها مع رجليها باش ما تحلكمش في الطياب. غادي نديرها على سدره، ندير هاد الفديوشات البنات، وغادي نزيد هاد شويه العطريه اللي بقات هنا. البنات غادي نزيد عليها هاد البصله اللي انا طحنتها هنا في الهشوار باش كتجي المريقه ديالها كتجي مبيه البنات، غير كتكون طحونه بحال هكا حتى ديك المريقه كتجي دابا غادي ندوز باش نشعل. انا درت هنا غير شويه ديال الاخر، شويه ديال المقرميه باش لي بات خصني انا غادي ندير مشلاطه. خويت عليه الماء بارد وخليت ليه يبردو. غادي ندير البنات شويه ديال الملوي، دابا غادي نغطي عليها غير واحد شويه على ما تقلى، غير هذا يدخلوا فيها دوك العطريه، وغادي نزيد الزيت البنات. هيا البنات انا خليتها بعد ما تشحرات شويه على سدرها، وقلبتها عاود على ظهرها حتى هذا كما كنقولوا تشحرات غير شويه باش كتاخذ داك اللون ديال العطريه، وهذا وكتدخل فيها ديك التوابل. دابا غادي نزيد واحد الكاس ديال الزيت مخلطه البنات، فيها زيت البلديه وزيت المائده، دابا البنات غادي نمرق القياس الكافي ديال الماء، ما تكثروش الماء بزاف، راكم عارفين حتى الدجاج كيطلق الماء باش ما تجيكمش لاصوص كما كنقولوا ميها. ديروا غير القياس باش طيب. انا كي قلت لكم درتها غير فهاد الطنجره عاديه، ما بغيتش نديرها في الكوكوب. غادي نزيد الماء كافي باش طيب. دابا البنات انا غادي نخليها طيب حتى تقرب حتى طيب نيت، عاد نلوح هاد الكبيدات راني مقطعتهم. ثم خليت معلاجن كما قلت لكم غادي نخليها حتى طيب، بقى لها غير واحد 10 دقائق بحال هكاك، وغادي نلوح هاد الكبيدات وغادي نرجع معكم ان شاء الله. هاي البنات بعد ما طابت الدجاجه ديالنا على هذا الشكل هذا، انا صفيتها من ديك المرقه ودرتها في هذه المقله، هذه غادي ندهنها بشويه ديال الزبده مع شويه ديال التحميره، وغادي ندخلها للفران تحمر. ولاصوص ديالنا البنات، لاصوص ديالنا البنات بعد ما كطيب ديك الدجاجه كنحيدوها. طلع على هذا الشكل هذا، ولكن دابا البنات غادي نزيد رفيت راه مازال غادي نزيد هاد الكبيده، وغادي نزيد واحد شويه ديال السمن. هاد السمن البنات ما حرش بزاف، ولكن الا كان عندكم السمن الحار انا نسيتو ما درتوش في الترميله ديروه، انا راه ما حرش بزاف. يلا عاد راني دوبتو باش غادي نخليه حرار، غادي نزيد هاد الكبيدات هنا.
وغادي نزيد البنات شويه ديال دابا البنات كيف قلت لكم زدت ديك الكبيدات ديال الدجاج وزدت واحد يكون واحد نص كاس ولا ما كاملش ديال الزيت البلديه وشويه ديال السمن وغادي نخليها البنات تطيب حتى تعقد هاد لاصوص. هذاك السر ديال الزيت البلديه في الاخير ولا زيت المائده، المهم داكشي اللي زدتو كيخلي المرقه كتجي عاقده وكتجي لاصوص معلكه كما كنقولوا. دابا غادي نخليها تطيب وانا كنحرك فيها مره حتى تطيب وتعقد، والدجاجه ديالي غادي ندخلها كما قلت لكم غادي ندهنها بشويه ديال الزبده وشويه ديال التحميره وغادي ندخلها للفران تحمر ولاصوص توجد لي ونرجع معكم ان شاء الله. هذا هو البنات الدجاج اللي حضرت قدامكم، كيجي البنات كتجي المرقه معلكه واقفه في ديك الزويته اللي كنديرو. انا درت غير شويه ديال الفريت، ما درتش الزيتون، الزيتون درتو غير هكذا مشرمل معها وصافي، ما درتوش مع لاصوص. اللي بغى يدير غير الزيتون ويدير الفريت بوحدو في الطباس اللي يديرو. المهم هذه هي الطريقه ديالي انا في الدجاج البنات، وكتجي زوينه كيف قلت لكم. اللي عنده الهريسه يديرها ويديروا شويه ديال السمنه، انا راني نسيت ما درتوش في الاولى، كي درتو في الاخر ودرتها البنات واحد ما سمحني الضامع في مالي، درت واحد الضويمه ديال الزعفران الشعره، واللي عنده الزعفران الشعره يديرو. وهذا هو البنات، انا درت هاد الشلاضه هذه ديال لي بات، درت معها غير شويه ديال المايس مع الطون وهذا وخيزو محكوك وشويه ديال المايونيز وهذا زيتون مشرم للبنات. وهذا هو البنات الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. الى عجبكم الفيديو كنتمنى تبارطاجيو القناه ديالي مع العائله والاصدقاء. كنتمنى اللي شاف القناه ديالي ومازال ما متابونيش يتابونا عندي، مرحبا به والف مرحبا، واللي مشترك عندي مرحبا به مره اخرى. وهذا هو البنات الفيديو ديالنا ديال هذا النهار، ما تبخلوش عليا البنات باللايك، شاركوا في القناه كما قلت لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله.